إبراهيم، في سؤال مهم عايزين نعرف له إجابة. يعني الحقيقة يعني البعض بيقول إنه نهاية الرسام هي عقاب إلهي، رأيك إيه في الكلام ده؟ والله هقول لك على حاجة. هو لما واحد فينا يموت في حادثة، هل ده بيكون عقاب إلهي؟ لا طبعا. يعني هي طب ما احنا بيموت مننا، طب ما الخلفاء الراشدين معظمهم ماتوا شهداء، اتقتلوا. يعني خلينا نقول كده، بلاش. انا عايز لا، اقول لك هي حاجة، الناس بتقول يا شيخ إبراهيم بسبب اللي عمله، يعني ان هو تطاول على الرسول. طب واللي بيقول، طب خلينا نقول السياق ده، واللي بيموت بدون ما يأذي حد، يعني اللي بيموت في حادثه بدون ما يكون اذى حد، خلينا نقول حاجه، انا بحييكي على ليست السؤال ده. ليه؟ عقاب إلهي. لا، عايز اقول لك حاجه بقى مهمه. ما تيجوا نعمل ما تيجوا نشتغل شغلتنا. هو احنا آلهة ولا عبيد؟ احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، بنطمع في رحمه ربنا. بلاش نفتئت على الله وندي نفسنا سلطه ما هيش بتاعتنا. يعني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مات اليهودي ومرت الجنازه، ما كان يقدر يقول ايه؟ يا الله على الولع وبئس المصير ريحنا. لا، شوفي النبي بجماله لما مرت عليه جنازه اليهودي، عمل ايه يا دكتوره؟ قام اجلالا واحتراما للجنازه وهي بتعدي لحرمه الموت. فواحد بقى من الجماعه بتوعنا قال له ايه؟ يا رسول الله، شده كده من الثياب بتاعته، قال له يا رسول الله، قال له اقعد، ده يهودي، يعني احنا هنوجع قلبنا عليه. فقال له النبي: اليست نفسا؟ اليست نفسا؟ عايز اقول لك هي دي دعوة الإسلام العالمية، الاحترام، إن أنا أحترم الإنسان كإنسان. مش تيجي تقولي له ده النبي استقبل وفد نصارى نجران داخل، يقول لك أيوة استقبلهم عشان يسلموا. طب ولو ما يسلموش كان هيعلقهم في المشانق؟ هي دي القضية، إن إحنا نحترم إنسانية. هم العبيد آمنوا بالنبي محمد ليه؟ لأنهم وجدوا أن هناك دين يساوي بين العبد والسيد، دين بيقوم على المساواة، دين بيقوم على العدل، دين بيقوم على الرحمة. ولذلك المشركين لما راحوا قالوا للنبي بصراحة، هنجيب لك من الآخر، احنا عارفين انك النبي وعارفين انك صاحب الرسالة، بس احنا ازمتنا معاك انك هتقعدنا مع الفقراء والعبيد والجماعة التعبانين دول. احنا موافقين نسلم بس بشرط، خليلنا احنا يوم وهم يوم، تعالنا السبت وروح لهم الحد، تعالنا الاثنين وروح لهم الثلاث. فنزل القرآن يقول له ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يعني إذا هنا إحنا دين بيؤمن بالتسامح، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،